طبعا 3 نقاط. مبروك الشناوي النهارده، عاد الكابتن شريف اكرامي، دي حاجه تحسب له. دايما الشناوي المباريات او الفترات الاخيره الشناوي ما شاء الله من الاحسن للاحسن للاحسن، ودايما كده. مباراه ما فيش الشوط الثاني ما اتغيرش كتير على الشوط الاول ايمن. الحاجه بس الوحيده او الحاجه اللي عملت الى حد كبير شكل معقول شويه، نزول محمد مجدي. نزول محمد مجدي حسيت ان في حد بيلعب كوره، شايف الملعب كويس قوي، شايف المساحات كويس قوي، بيعرف يتحرك كويس، بيروح على مساحات كويسه. فرق برده الشوط الثاني الحاله البدنيه. قبل ما اتكلم على الاهلي بس، انا طبعا لعيبه طنطا النهارده اعتقد مباراه ممتازه، مقدين بشكل كويس قوي على حسب امكانياتهم. لكن في الاخر بتبقى الفروقات الفرديه بتفرق معاك. النادي الاهلي بدنيا كان الشوط الثاني طبعا احسن بكتير قوي، خصوصا في اخر المباراه. مساحات كانت موجوده كتير قوي، لكن النهارده يؤخذ على لعيبه النادي الاهلي حاجه وكانت ملاحظه قوي. كل الكرة عرضيه يا ايمن كانت دايما طويله على البعيده قوي، على البعيده قوي، لو من علي او محمد هاني بتوصل وبتوصل كويس قوي، لكن لما بتعمل اللمسه الاخيره بتبقى بعيده قوي. حتى الهدف، انت شفت الهدف، علي معلول عامل الكره واخده وقت كبير قوي في الهواء، يعني مش كروس صريح، لا واخده وقت كويس، لكن انتشار لعيبه النادي الاهلي في الهدف. محمد مجدي عاملها في عمرو، وتلاقي عمرو بقى وراه كهربا، ورا كهربا بادجي. الدفاع الهجومي كويس والعدد كويس، لكن الاداء ما اتغيرش كتير على الشوط الاول. هو بقول لك بس مجدي في نزوله. طبعا حسين الشحات النهارده اخذ وقت اكتر، عمل كوره حلوه قوي محمد مجدي عملها، لكن انقذها محمد اشرف. مباراه كانت صعبه تطلع تعادل بغض النظر عن الاداء في خلال الشوطين. الاداء كان بيدور على مكسب دايما، ويمكن بقول لك الشوط الثاني كان مساحات كتير قوي، النادي الاهلي قدر يستغل كره عرضيه وتكملها هجوميه كويسه جدا. ما فيش احداث كتير في الشوط الثاني يا ايمن، بقول لك، لان انا شايف من وجهه نظري ان الاداء ما اتغيرش كتير، غير بس ان انت بدنيا احسن وفي الاخر عايز تكسب. يعني لو ما ينفعش اخرج النهارده مباراه تعادل، محتاج تكسب، ومكسب حصل في اخر 10 دقائق يحسب لعيبه النادي الاهلي. هم دايما لحد اخر دقيقه او حتى الوقت بدل الضايع بيبقى دايما بيدور على مكسب. مبروك للنادي الاهلي 3 نقاط النهارده، وهارد لك للعيبه طنطا، وهارد لك للكابتن رضا. كابتن محمد، شفنا الشوط